القوانين اللي بتلعب بيها اللعبة النهاردة أصلا إحنا اللي عاملينها. فعشان كده معظم الدول كانت حتى عايزة لما جينا ننشر اللعبة يعني ونعمل بطولات عالم ابتدوا كانوا عايزين يسموها الإيجيبشن كوكي أو الكوكي المصري. زي بالظبط الأجانب شايفين مصر الجمل والأهرام والحاجات دي، احنا نفس الحكاية برضو عندنا الكروكيه، يقول لك ده لعبة العواجيز، لعبة الكبار، لعبة النبلاء، لعبة الشرفاء. الكلام ده مش حقيقي حضرتك، لو تروح 19 نادي مش هتلاقي زواد، اصلا مفيش زواد في مصر خلاص. ده الكلام ده كان زمان. من ضمن الرولز بتاعه اللعبه دي في النادي ان ممنوع تواجد الشباب تحت 21 سنه، ممنوع تواجدهم، مش يلعبوا، ممنوع تواجدهم في المكان. انا لما دخلت في 2002 نزلت السن لحد 14 سنه، فابتدت انتشار كبير جدا بين الشباب، وعندنا ابطال عالم في الشباب واخدينها بكونسبت ان هي ناس كبيره بس اللي بتلعبها، مع اننا كلنا شباب. يعني انت المنتخب بتاعنا دلوقتي كله شباب. لما هاجي اقول لحد مثلا من صحابي من سني انا بلعب اللعبه دي فيقول لي لا يا عم ده بص انت ايه يا عم انت موظف انت مش عارف كبير في السن انت، فاهم قصدي ايه؟ انت عارف الناس تحب تتنمر كتير كده هنا في مصر بالذات، فقشطه يعني. انا كده بلعب اللعبه عشان بحبها بغض النظر عن اي حاجه، تمام؟ بس الواحد دايما بيحب يبقى فيه دايما ايه، زي ما انت بتعمل الواجب بتاعك او ان انت بتعمل حاجه انت بتحبها وبتادي فيها وبتجيب مركز لمصر، تحب برضو ان انت في نفس الوقت تتقدر. اول ما جيت من كاس العالم ناس كتير قوي عملت معايا انترفيوز وطلعوني في التي في بس ها وبعدين ما كملناش بقى. يعني هي الفكره ان احنا المفروض نكمل فيها. يعني انا اصحابي مثلا بالنسبه لهم ايه ده انت بطله عالم بجد؟ يا جماعه مش لازم اقول لكم سيرش على جوجل واقول لكم ان انا بطله عالم والكلام ده، لا. بقى بيشوفوا لعيبة تانية في رياضات تانية زمايلهم بيتكرموا من أكبر رأس في الدولة من رئيس الجمهورية وبياخدوا وسام الدولة من الطبقة الأولى، طبعاً ده طبعاً بيصيبهم بإحباط. هم عايزين التقدير المعنوي ده، فكرة إن هو رئيس الجمهورية يستقبلهم عشان هم بيرفعوا اسم مصر وعلم مصر، ده بالنسبة لهم هيبقى حاجة كبيرة جداً، أتمنى أنها تحصل يعني زي بقية الألعاب التانية.